Good morning, first grade. Good morning, أول. How are you? Are you okay? Are you fine, أول؟ طبعا المحادثة بتاعتكم كتير جميلة. Excellent. برافو عليكم. طبعا في طلاب ما بعثوا لي المحادثات. والطلاب بعثوا لي إياها ممتازين. أبدعتوا يا مس. أوكي أول الآن افتح كتابك معي البيوبلز بوك بيج نمبر 93. يلا مع بعض let's start. أوكي. حكيت لك open your pupils book فتحنا كتابنا البيوبلز شو بيحكي لنا read the poem circle the word with grammar listen adjective بنحط ليه على الكلمات بيعطونا ايش عنا يمس نفس اللفظ my wheels have got five big feet and a big big mouth so they can eat شو راح نعمل انا هلا هون احنا ايش عندك كلمات نفس طلع five big feet and a big big mouth so they can eat feet eat feet eat إذا هن ثنتين إيش معلهم بيعطونا نفس اللفظ ثنتين بيعطونا إيش معلهم يمس نفس اللفظ هلا بنتقل للتمرين الثاني rhythm then listen to the chick نرى إيش كمان بيعطونا نفس اللفظ مثلا see blue small red me ولا here see me برافو head red ear فعلها موجودة ear here two blue tall يعطينا شي شبيه بلفظ ايش small tall small اوكي هلا بدنا نحل مع بعض التمرين على حسب اللفظ الكلمات الموجود عندنا هون my meagles have got a big head their legs are long and their feet are ايش معنى اقدامهم are red They've got a funny nose and funny tail too. Their hair is green and their eyes are ايش معنى their eyes عيونهم are what are blue They've got big eyes so they can and long so they can what see ممكن بس يصير شو and long arm so they can catch me ما ايش معنى بيستطيعوا انهم ايش معنهم يمسكوني اوكي هاي في الرايتنج طبعا يا اول بدي احكي لك انه عندنا هاي القصة هاي مطالعة هاي احنا مش مطالبين فيها اذا عندنا صفحة 94 و95 96 و97 هاي ايش معناها يمس غير مطالبين فيها لان هاي قراءة ذاتية ماشي اذا لهون احنا بتنتهي عندنا اليونت اوكي لهون بتنتهي عندنا اليونت رح نبدا ان شاء الله بالحصة القادمة باليونت الجديدة هلا بنفتح كتابنا ايش عندنا الورك بوك افتح معك كتابك افتح كتابك الورك بوك open your work book please يلا اوكي مطالب اللي هو انت بدك تحل لي وات التمرين الثاني هذا هوم ورك واجب بدك تحله وتبعث لي اياه بدك ترسم وتحل هلا احنا نحل مع بعضنا ايش يا اول اكسرسايز نمبر 2 يلا عندنا كلر بليز يلو هاف هي نحل مع بعض التمرين نبدا هالو هاف يو جوت ا بوت بليز يس اي هاف وات ايف جوت ريد اذا وات ها وات كلر ايش اللون وات كلر ايف جوت ريد بوت اور ا بوت ايش كمان عنده
يلو ريد اند لوب. اوكي يلو بحكي لك يلو شو بجاوبنا هو؟ يلو بليز يلعب في ايش؟ في اليلو. يو ار ثانك يو هير يو ار ثانك يو برافو. ننتقل هون نعمل هلو هاف يو جوت ايش مثلا هاف يو جوت ايش؟ الروبوت خلينا الحين نحن على روبوت او بحكي كايت او بحكي كار. يس اي هاف وات كلر شو اللون؟ شو اللون؟ اعطيني لون يا مس. ريد بينك. اوكي هير يو ار. وهيك احنا بنكون خلصنا ايش كونفرزيشن يعني عرفنا يمس هون بدك كم هاف يو وات كلر ايش اللون اللي بدك اياه؟ تحكي له مثلا ريد بينك جرين للروبوت او للايش اللي بدنا اياها. اوكي هلا ايش رح نعمل كمان؟ في عندنا هوم وورك كمان هوم وورك بدك تحل اللي هو بدك تشوف شو نمبر 1 مثلا عندنا ليج عندنا ارمز عندنا تيل وش بنعمل؟ بدنا نحله بالفراغات كمان هذا ايش عندنا؟ واجب. هي صاروا عندنا واجبين هو اكسرسايز نمبر 1 وهون عندك في هذا الاكسرسايز. هلا الحين مع بعض احنا ايش؟ اكسرسايز نمبر ايش يا مس؟ اكسرسايز نمبر 2. اوكي نبدا نحل مع بعض. Look at these animals. They haven't got big ears. They've got small ears. They've got a very long. إيش إلهم؟ Very long what? Tail. They've got إيش إلهم كمان؟ Legs short. Legs. They've got very small. إيش معنى عيونهم؟ Small eyes. They've got a short. إيش لهم short? Nose. And they can't climb trees, but they can. نعم بدهم يسلقوا بس they can't run. Okay. تحلو وتبعت لي. يعطيكم ألف عافية أول.